ناطق للتكنولوجيا أن تقدم باكورة إنتاجها، وهو الجهاز الذي تم تطويره بالكامل بجهود وخبرات طاقم الناطق في دولة الإمارات، الذي جاء ليسد فراغا في مجال التقنيات المساعدة لأصحاب التحديات البصرية من مكفوفين وضعاف البصر. ولمعرفة هذا الجهاز يسعدنا أن نستضيف ويانا السيد عودة هزيم، وهو المدير التنفيذي لشركة الناطق للتكنولوجيا. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا بوجودكم ويانا اليوم. شكرا، سعيد بأن أكون معكم. يا هلا فيك، يعطيكم العافية على جهودكم أكيد. وهذا الجهاز القارئ الناطق، خلى شوي نتحدث عنه وعن أهمية استخداماته. من أحد أهم الأمور التي يعني يصبو إليها الكفيف وبات يحلم بها أن يستغني عن القارئ المبصر، لأن له خصوصية. صحيح. وهذه الخصوصية لم تكن متوفرة إذا كان هناك وثيقة من بنك أو وثيقة من يعني رب العمل. نعم. لا يستطيع أن يعني يستقل بقراءتها، فكانت هناك حاجة لقراءة المطبوعات، وصادف إطلاق هذا الجهاز. حلو. مبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد أمة تقرأ. كان جميل جدا أن يكون الكفيف ضمن هذه الفئات التي تستطيع. جميل جميل. وبات اليوم بإمكانه أن يقرأ كذلك بفضل وجود هذا الجهاز. بالضبط. إذن أي كتاب، أي مطبوعات، جريدة، صحيفة، مجلة، وثيقة، يستطيع أن يفتح الجهاز، يضع الكتاب أو الوثيقة عليه ويضغط زر، تتم عملية مسح، ثم تعرف ضوئي على الحروف العربية. حلو. ثم قراءة الوثيقة. يعني الجهاز سينطق الأحرف بشكل كلمات طبعا، لكي يستطيع هذا الكفيف أنه يعني يشوف أو يعرف شو المكتوب في هذا الدوكيمنت أو هاي الورقة. صح؟ بالضبط. إذن هذا بيفتح آفاق جديدة له في الدراسة، في العمل، في الهواية. حجم كبير من الكتب كانت مستعصية على الكفيف ولم يكن قادر على قراءتها. هذا يعني الجهاز بتطوير عربي هنا في الإمارات استطاع أن يذلل تلك العقبة للكفيف. جميل. يعني هذا الجهاز يوضع في مكان العمل وبالتالي يستطيع هذا الشخص استخدامه، والهل في مثلا منه على مثلا أحجام صغيرة ممكن أن يحملها الشخص وين ما يذهب؟ هذا الإصدار الأول. هذا الإصدار الأول. ويستطيع طبعا، هو خفيف، ممكن أن يضع في حقيبة المدرسة. جميل. يستطيع الكفيف أن يأخذه إلى الجامعة، إلى مكان العمل، إلى مكتبة. يوجد مكان لسماعات للخصوصية في الاستماع، وجهاز مرن وخفيف ويتطور مع الوقت. حلو. اليوم كيف يستطيع الكفيف تحديث الآلة عندما يتم تطوير خصائص ومزايا مستقبلية لها؟ هل في طرق لتحديث هذا الجهاز؟ نعم. يوجد منفذ لسلك للاتصال بالإنترنت، وكلما صدر تحديث يستطيع أن يحدث بشكل آلي عن طريق الإنترنت بسهولة جدا. ما شاء الله. اليوم كوننا يعني أمة تقرأ، خلنا شوي نتكلم عن هذه المبادرة اللي قمت بها، وكيف أنها فعلا قدرت تعزز. يعني أكيد تعاملتوا أنتوا مع معاقين مكفوفين استخدموا هذا الجهاز، فشو كان رأيهم بهذا الموضوع، خاصة أن نحن في عام القراءة؟ استخدموا تعبيرات جدا مثيرة، مثل اختراع العصر، أو يعني اختراق الحواجز. في الحقيقة هنا في الإمارات المكفوفين وفي الوطن العربي يعني لاقوا الجهاز بنوع من الفرحة، والآن هم يعني بصدد الاستفسار بشكل أكبر عنه، ويعني محاولة توفير المصادر لاقتنائه. نعم. طبعا الجهاز بسيط، يعني ما أدري إذا هو شغال الحين معنا في الاستوديو ولا لا، ولكن الجهاز هو عبارة عن ماسح. نعم. يعني فقط نستطيع أن نضع الورقة. صح؟ نضع الورقة. نعم. نضع في أي ماسح. نعم. ومن ثم يقوم يعني تغطية الجهاز. الجهاز. والضغط على بعض الأزرار لكي يقرأ، يكون هناك تسريع للقراءة أو للصوت. حلو. يكون هناك انتقال للسطر الأعلى للسطر الأسفل. ما شاء أو الله. قراءة الوثيقة بشكل كامل. إذن هاي تذلل عقبات كانت موجودة عند الكفيف بشكل كبير. حلو. والجميل أيضا أن أزراره بسيطة، يعني فإن يعني يكون الموضوع سهل على المكفوف نفسه في استخدام هذه الأزرار، يعني يكون عنده على دراية مسبقة طبعا باستخدامات هذه الأزرار. نعم. هذا كان طبعا التطوير كان بالشراكة مع الكفيف. يوجد لدينا أو مجموعة من الأصدقاء المكفوفين الذين يشاركون في التطوير، ونعيش معاناتهم، وبالتالي نقوم بالتطوير
لهم أزرار خفيفة متينة يستطيع أن يصل لها بسهولة ويستمتع بالقراءة. يعني أخذت الخبرة منهم بحسب احتياجاتهم هم. نعيش تجربتهم بالتعامل معهم، يعني يشاركون بهمومهم والتحديات التي تواجههم، ومن ثم نقوم بتطوير الحلول لهم. نعم سيد عودة، شو تطلعاتكم المستقبلية لتطوير هذا الجهاز؟ هل في صدد أنكم تعيدون مثلا هيكلة هذا الجهاز أو تصميم هذا الجهاز بحيث أنه يكون يمكن أصغر أو أسهل استخداما أو تنقلا من قبل المكفوفين؟ نعم سوف يكون هناك إصدارات أخرى، لكن آفاق التطوير الآن الكفيف بعد ما يعني تعامل مع هذا الجهاز بدأت تظهر طلبات أخرى الآن. حلو. يريد أن يتعرف على الصور. حلو. فالتحديث القادم إن شاء الله نستطيع أن نضع الصورة ويستطيع وصفها للكفيف. حلو. سواء كانت صورة شخص أو صورة سيارة أو صورة موبايل. جميل. إذا كان الشخص تظهر عليه أثار الفرحة مبتسم، كل ذلك يتم يعني شرحه ووصفه عبر الجهاز. نعم. طبعا نحن شاكرين جدا وجودك ويانا اليوم السيد عودة هزيم المدير التنفيذي لشركة الناطق للتكنولوجيا، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في مستقبل يعني تسهيل حياة المعاق اليوم في دولتنا. شكرا جزيلا ونهارك سعيد بإذن الله. شكرا وشكرا لتسليط الضوء على هذه الفئة. يا مرحبا بك، شكرا لكم أكيد.